بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المشتركين جدد نقول لكم مرحبا بكم، متابعين نقول لكم دمتم اوفياء القناة. ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بافضل واحسن حال. اليوم جبت لكم وصفة سهلة وخفيفة، روعة روعة، وصفة المصران بحشوتين مختلفتين، مصران محشي بطريقة سهلة ومبسطة. تابعوا معايا الفيديو للاخير وتشوفوا الطريقه ونبداو على بركه الله. في المقادير نحتاج للحشوه الاولى العصبان اللي كنت حضرتها معكم في فيديو سابق، اللي هي الدواره مع شويه بصل، شويه ثوم، شويه معدنوس، وشويه حمص وروز، هذو هما. والحشوه الثانيه راح نستعملوا اللحم مع بصل، ثوم، ملح، فلفل كحل، ونرحوهم كامل في الخلاط الكهربائي مع شويه زيت وشويه ماء، وتقدروا تنقصوا ولا تزيدوا في المكونات تاع الحشو، يبقى اختياري. والمصران كيما راكم تشوفوا كنت طيبته في ماء مع شويه ملح وخل، طيبتهم 5 دقائق فقط وخليتهم يبردوا، وهذو هما تحصلت عليهم. تقدروا تخيروا مصران طويل ولا متوسطين كيما هكذا. وراح نستعمل كذلك هذه الاله اللي راح تساعدني اني نحشي المصران. واللي ما عندهاش هذه الآلة تقدروا تستعملوا المحقن ولا لابوش ولا باليد، ولكن راح تدي لكم يعني وقت كبير. من الأحسن ديروا لابوش، تجيكم أسهل. وهذا هما المكونات أو الحشوتين اللي حضرناهم. بعد ما رحيتهم راح نبدأ نحطهم في هذه الآلة وراح نبدأ نحشو المصران هكذا على هذه الطريقة. وكيما قلت لكم ما لازمش تحشوه ياسر، لازم تخلو فيه شويه فراغ كيما راكم تشوفوا هكذا. نكملوا الكميه كامل على هذه الطريقه بالحشوتين في زوج، يعني تاع العصبان ونتاع اللحم المرحي. وفي الاخير خلاص الحين نعقدوها بهذه الطريقه، نعقدوها زوج عقدات ولا من الاحسن ربطوها بالخيط. انا نكمل الكميه كامل وبعد ذلك نرجع لكم. هذه هي الكميه نتاع العصبان محشي بالحشوتين. وراح نحتاج للمرق بصل، طماطم، نحتاج كذلك بابريكا، نحتاج كزبره كرويه، كركم وفلفل اسود، ونحتاج كذلك طماطم مصبره، ونحتاج ورق الرند او ورق الغار، نحتاج الزيت. هذا هما المكونات كامل. راح نعاودهم معاكم. نحطوا القليل من الزيت في طنجره ونحطوا المصران المحشي كما راكم تشوفوا. شوفوا خليت فيه الفراغ، يعني ما لازمش تعمروه ياسر. ونحطوا الكميه كامل ونحطهم على نار متوسطة. ونبدأ نحركهم بشوية. وبلا ما ننساو لازم نثقبوا المصران هكذا. نزيدوا نضيفوا لهم ملعقة صغيرة زبدة ونخلوهم يتقلاو مليح على نار متوسطه. بعد ذلك راح نضيفو حبه بصل متوسطه مقطعه قطع صغيره، ونخلوها كذلك تتقلى مع ورق الرند او ورق الغار والقليل من الملح. ثم نضيف لها طماطم 2 إلى 3 حبات متوسطين، نرحوهم أكيد ونخلوهم كذلك يزيدوا يتقلوا مليح، ونضيف معاهم ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، ونخلوهم كامل يتقلوا على نار كما قلت لكم متوسطة، ودائما نحركوه. ونزيدوا نضيفوا البهارات اللي هي بابريكا، كزبره كرويه، كركم وفلفل اكحل، ونزيدو نخلوهم يتقلاو كذلك مع بعض.
وفي الاخير راح نضيف لهم الماء ونخليهم يكملوا يطيبوا هكذا، نغطوا عليهم ونخليهم يطيبوا بالتقريب نصف ساعة إلى 45 دقيقة. بعد ما طابوا رايحين نحوهم ونحطوهم في صينية اللي تدخل للفرن ونحطوهم يتحمروا شوية في الوجه هكذا. وتقدروا تضيفوا القليل من الفلفل الأخضر اختياري للصوص بعد ما ثقلت، كما راكم تشوفوا راهي صوص ثقيلة. وصفتنا لنهار اليوم راهي حاضرة، ونتلقاو إن شاء الله في صحن التقديم. هذه هي وصفتنا، المصران محشي بصوص كما قلت لكم ثقيلة، وأنا عندي الحمص يعني طايب من قبل لحتو في الأخير. نتوما إذا عندكم يعني الحمص تلوحوه يعني مع المرق، ولا تلوحوه في الأخير كما تحبوا. وراح نقصها معكم تشوفوها كيفاش جات. هذه هي مع صوص بنينة ياسر ياسر. نتمنى أنكم تجربوها، وصفة سهلة وخفيفة، وتقدروا كذلك تقدموها للضيوف كطبق رئيسي. لحقنا نهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقولكم لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وبرتاجوا لتعم الفائدة، والسلام عليكم.